بنود العقد الجديد اللي غادي يجمعنا من المفترض انه يجمعنا مع الموزعين واداره اورنج. هذا العقد وهذه المرحله الحاليه هي مرحله جد مهمه اللي كتمثل في واحد المنعرج اخر. هذا المنعرج جاء بعقد جديد ما عنده حتى شي علاقه مع العقود السابقه اللي كنا مضيناها. وهذا هو اللي جعل ان جميع لي فرانشيزي اللي عرضنا عليهم العقد مؤخرا كانت عندهم عدة تخوفات وعدة يعني طلبات اللي احنا كنتفهموها وخديناها بعين الاعتبار وحاولنا نتناولوها مع الموزعين مع إدارة أورنج وحاولنا نجاوبوا على الجميع ولا أغلب تطلعات ديال لي فرانشيزي من خلال عدة لقاءات اللي جمعتنا مع إدارة أورنج ومع الموزعين واللي كانت لقاءات ماراثونية وكثيرة وكثيرة جدا. والحمد لله أننا استطعنا أننا نخرج بواحد لا فورمول اللي نقدروا نقولوا هاد لا فورمول حاولنا ناخذوا فيها بعين الاعتبار جميع الشرائح ديال لي فرانشيزي لأنه من المستقبل غادي يكونوا هناك ثلاث شرائح غيكون البرونز وغيكون لارجون وغيكون البريميوم وحاولنا ندافعوا على جميع الشرائح لان باش تكون شي شريحه ما تكون من هذه الشرائح البرونز مثلا او لا ما يكونوش متضررين. وفي هذا الاطار احنا كنجمعوا اليوم كنعقدوا هذا المجلس الوطني من اجل تدارس بنود العقد وباش هذا المجلس الوطني هو اللي غادي يبت هو اللي عنده الصلاحيه باش انه غادي يوافق على هذا العقد او ما يوافقش عليه. وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى ان هذا اللقاء يدوز في جو حبي وجو اخوي كيف العاده واننا نخرجوا منه بخلاصات اللي تمشى مع المصلحة العليا ديال الفرانشيزي اللي حنا كندافعوا عليها وبشراسة. هذا الاجتماع ديال يعني ارباب ديال هيئة ارباب محلات اورنج جينا هنا باش نتفاهموا على العقد الجديد اللي تيربطنا ما بين اورنج وجينا نسطروا النقاط اللي غادي تحاول ترضينا جميعا. في هذه المناسبة تنشد بالدور اللي كتقوم به الهيئة وحنا كاملين لحمة واحدة وما يكون غير الخير إن شاء الله والخير الأمام القدام إن شاء الله. جينا هذا النهار إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء المبارك باش نحاولوا نشوفوا هذا العقد الجديد اللي حطته أورنج ومع الإخوان إن شاء الله هنا سبحانه وتعالى اللي في المكتب باش ندرسوا هذا العقد ونشوفوا الحيثيات ديالو وشنو هي الايجابيات وشنو هي السلبيات ونطلب الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما فيه خير للفرانشيزي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.